ثلاثي وسط الميدان راكيتيتش بوسكيت انيستا وثلاثي الهجوم ميسي سواريز نيمار. نذكر من جديد بتشكيلة اليوفي مشاهدينا الكرام، جانويجي بوفون، ليك ستاينر، بونوتشي، بارزالي، إيفرا، وهذا طبعا المصافحة بين لويس أنريكي وماسيميليانو أليغري، الثنائي يعرف بعض البعض منذ أن كان لويس أنريكي في العاصمة الإيطالية روما. موراتا تيباز ثنائي الهجوم أسطوريا ستار مع بداية هذا المشوار، نار 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 في الميدان يا ناس في الانتظار. اليوفي على اليسار مشاهدينا الكرام، سجل مرتين في نهائي مونديال الأندية وسجل مرتين في نهائي الشامبيونز ليج. روما في ذكريات الأولمبيكو و2011 بعهدة ويمبلي في المرتين ضد نفس المنافس الشياطين الحمر للمان يونايتد. زفر يا شاكر، كلنا ننتظر القمة. الكرة في الوسط، الكرة تدور في لحظات لهث، ركض، جري، ضرب وتسديد وفرص وآهات، اهداف وافراح، دموع للخيبه ودموع لاحلى انتصار. فمن سيعانق كاس الابطال؟ ميسي، ميسي يهرب، نيمار، نيمار وفرصه القضاء على احلام الطليان. كره الثانيه هجوم النار، شكون باش يقدر يوقفهم؟ الى مساء ماسكيرانو، موراتا، موراتا يراوغ، خطيره جدا، يمشي الفارو، خطيره وكره صعبه على الدار شتاغن، عرضيه عكسيه من موراتا الفيدال وارتور. اليوم القويه بتاع البارسا، كره ولا اروع لبرشلونه، او الكره نيمار، نيمار في ثلاث دقائق في بدايه المشوار البرازيلي، يمشي الغدار نيمار ولا اروع، كره جول، الهدف الاول راكيتيتش، راكيتيتش مال البارسا، جراند برشلونه يا ولد، يا ولد ما فهموهاش، يا ولد ما لقوهاش، يا ولد الفريق الاسباني العالمي. برشلونه يفتح مدونه التسجيل 1-0 في اقل من ثلاث دقائق، 1-0 للبلاو جرانا، 1-0 لبرشلونه، 1-2-3 القادمون من الخلف، كوره في الجول، راكيتيتش يفتح سجل النهائي، لكن لن يكون اسرع هدف في النهايات. الهدف الرقم القياسي يبقى مسجل باسم مالديني، وبعد بعض الاسماء والتسديده الاولى لليوفي مربح، ولكن النهائي عنده خصوصياته، عنده استثناءاته، لذلك ننتظر عودة اليوفي وننتظر إصرار البارسا على موسم مدونة الأهداف. هدف ثاني يقرب، وخطيرة وخطيرة وخطيرة. على فكرة الهدف اللي سجله راكيتيتش هو أول هدف. ترجع الكرة اللي ما يتوقفش هو برشلونة، الهدف الثاني، كرة رائعة جدا، وكالفراد الضغط والأفضلية وأمان، ولكن لأي وقت يا بوفون، الجيجي في فوت البركان، الجيجي قدام مدافع الإسبان، الجيجي مرة أولى، الجيجي لا سيكوندا، الجيجي لا جوكوندا، والكرة للهدف. كلاودي جنتيلي جلاد وجزار وفرصة للثاني، ولكن في أمان يا جيجي. قلت شدني الجلاد الجنتيلي، قال تمر هما ثلاثة وحدهم، هنا كرة خطيرة، هنا كرة صعيبة، الفارو، ماذا أهدر موراتا، موراتازو، كان ممكن ليلة في أرض برلين، يا ولد يا ولد، باش يخرج ميدال، باش يخرج، بول بوجبا، بول بوجبا، مباراة ولا بالأحلام، 19 دقيقة نار، اليوفي موجود في الأتاك، ولكن يتعذب رفع الارتباك، الارتباك بتاع افرا، نيمار يسدد ولكن لا يقتل الطليان، يضغط والتسديده، اوري كاغراند يوفي ماركيزو يقول اليوفي يمرض ولا يموت، يضرب في البدايات ولكن يفرح في الخطر. أرجنتيني يعطي باس بوكبا، فيها خطا، فيها فاول، الحكم ماذا يقول؟ هنا احتجاج على التركي، هنا احتجاج على التركي. الاتراك والطليان قصة صراع ابدي، صراع ونقاش واحتجاج. وتعمل ايش تعمل؟ بوفون، نيمار، نيمار مش ممكن يا نيمار، اوري لويس سواريز يضرب، وجيجي بوفون السوبر، جيجي يتصدى يوقف كورة. هاي نهائي، من قال لكم الطليان ميسي عنده مساحة؟ وسواريز، اوري كاد ينهيها الاوروغواياني، كاد يقتلهم ابن السلاسل الاوروغواي، تسديده على يمناك. يا جيجي يا بوفون،
تسديدة السلاستيك. ميسي مش عديه، ميسي عدي، ميسي عدي، ميسي 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 ميسي. لو تفعل هذه في فريق اليوفي كبير الطليان مثل ما عملت وفعلت في اوسيدال، يسدد فيدا والكرة ترجع بيرلا فيتا. على انه مباطرة الدفاع يتقدم فيهم ميسي في اخر لحظات الشوط الاول ليترك بصمة ختام الشوط. في بداية الشوط هلل وفرح إنريكي بهدف هذا الاسم على الصورة الراكيتيتش، 1-0 لنادي برشلونة. يربح ويتجاوز بماتش متعادل معاه اليوم 150-150، اذا يدخل يتفوق عليه في الريكور إيكار كاسياس حارس المرينجي. الشوط الثاني في الوسط، كوره في الميدان من اجل الهاتيني، يمشي ميسي، ميسي عدي بين اثنين، بدا الشو بدا السحر يا بابا في نهائي الشامبيونز ليج. ميسي سدد وكان قريب، مش ممكن مش ممكن مش ممكن يعملونها في نهائي دوري الابطال والعالم كله يتفرج، العالم كله يتفرج. هاي الاولى بداها ميسي، ميسي كره في قلب الدفاع وبونوتشي ولويس وسواريز يهدر كره، يهدر كره بدي تنخاف، يهدر كره يضيع فرصه بدي تنقلق. راكيتيتش راكيتيتش عاد الكره فرصه كي جراند بوفون كي سوبر جيجي يا سواريز. ملا بوفون ملا بوفون وملا قطع كره مالسيو، عاد كره يا ماركيزيو، حلوه برشا حلوه برشا لشتاينر لشتاينر، عاد كره دار ضربه جول مش ممكن جول مراتا كولاسو راتي دالا يوفنتوس. مراتا مراتا مراتازو مراتازو راتي راتي على سيميليانو أليجري. لا يموتون لا يموتون، الطليان يستعرضون الروح ضد المهارة، الروح ضد الملاعبية، الروح ضد الكورجية. 10 دقائق من الشوط الثاني، موراتا يفعلها، رجل المهام الصعبة، رجل المهام الصعبة. يا اسبان يا شكساك على اسبان، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. تير شتيغن يوقف كورة، وموراتا يحطها بالقوة بالعنف، ادخل ادخل راتيني. هدف التعادل للجراند يوفنتوس. هاي ملعوبة وقوية، يضرب تيفيز لانا كوندا كارلوس تيفيز، كانت كرة الثانية هذه عند اندريا يركلها، هذه عند اندريا بيرلو اخرى. الشوط الاخر باس اخرى، اوه لم تكن روعة اخرى، لم تكن روعة اخرى من التانجو الارجنتيني. لنحسبك عندك حبيب خلافي، موراتا يسجل في الريال ويسجل في البرسا ويريد هدف التاريخ. موراتا ترك به جمهوره يعطي قيمة. بوبا فيها ممكن ريغوري، ممكن فيها مسك، فيها جذب، ممكن. عود الصورة عود الصورة، جمهور إيطاليا جمهور إيطاليا يحتج بقوة. نهاية كبير الآن، يمشي بوجبا يسدد الشوط، وتير شتيغن موجود، تير شتيغن موجود. حس بالشوط نيستا نيستا نيستا، ملا كرة ملا ملا ملا، شكون باش يقول حاجة؟ ملا 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 ملاعبي ملا ملاعبي ملا ملا. ميسي اليوفي لازم ما يتبعش برشا، لازم يلعب نفس التوازن. يجيهم ميسي، ميسي حطها والكرة خطيرة، والهدف الثاني والهدف الثاني لويساتو لويس سواريز. جول جول ديل برشلونة. البرسا قلت لك عندهم العفريت، عندهم العفريت، عندهم العفريت، عندهم العفريت، يطلبوه في اي وقت، يخرج لهم في اي وقت، يمنحهم في اي وقت، يخلصهم في اي وقت. في فترة افضلية اليوفي وفي فترة اقتراب اليوفي، وسبحان الله في كرة الهجوم قلت اليوفي لازم ما يطمعش برشا، ما يخليش المساحات، تركوا المساحات. البرسا بالكونتر اتاك يتقدمون يسجلون، التركي في قفص الاتهام، بونوتشي يهاجم التركي يقول قضيت على كاسنا. في كورة من هنا سجلوا من هناك، هنا قوة العفريت، هنا يتهبط شر، هنا كل شر كرة القدم. في خير برشلونة ولكن شر على الخصوم. ميسي يسدد، جيجي واقف باليسار يضرب كرة اوت برا، ما زال يمشي بالكرة والركنية، وفرصة مش ممكن على سوء الحظ، مش ممكن على سوء البخت، مش ممكن يا إبراء مع الثالث فريق تاخذ معه ونية الأخطاء في كرة قدم. قوم يا بيدار قوم، ما شافك حد. الثالث يدخل جوردي ألبا، الثالث الهدف الثالث نيمار،
الهدف الثالث نيمار، الهدف الثالث نيمار، ني ني ألغي الهدف، ألغي الهدف، لمسة يد على نيمار، ألغي الهدف، ألغي الهدف. نتيجة ممكن الطليان يحتجون، مش ممكن، مش ممكن. سجلوها لمسان 26 على 30، تمشي كرة خطيرة، فرصة والهدف الثالث، مش ممكن، مش ممكن. ماذا أدرت يا جيرارد بيكي؟ مش ممكن ماذا أدرت يا جيرارد بيكي؟ هذه بتاع أنا ني ني نيمار يا أندريا بيرلو، أندريا بيرلو، بول بوجبا، بول بوجبا. اليوفي مع فريق آخر غير البرسا، خافي هرنانديز 767 ماتش بألوان البصعين. مازالت الكرة، تيفيز يركنها، حتى له، لا تيفيز يمشي خطيرة، يشوط كرة، مش ممكن. تير شتيغن، تير شتيغن ركنية. أنا متأكد من حاجة، أنه اليوفي باش يلقى كل الاحترام. لورينتي وصل كرة خطيرة، وكرة من أفرج، والثالث 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 يا سواريز. لا يكون الإسبان خلاص ربحوا، ونيمار، نيمار، نيمار وبيدرو، ما تقوليش تسجل ويدخل توا، مش ممكن. بيدرو، بيدرو، نيمار، نيمار يسجل، نيمار يسجل، نيمار يسجل، نيمار يعادل، يعادل رونالدو ويعادل ليونيل ميسي. ني ني نيمار البرازيلير وينجول التيرسيرو ديل برشلونة، كامبيون دي أوروبا نادي برشلونة. العبرة بالخواتيم، عاد اليوفي، اجتهد اليوفي، لعب اليوفي، ولكن الليجري ينقاد إلى مشيئة العملاق البرشلوني. كامبيوني كامبيوني كامبيون البرسا، نويفو كامبيون 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 ديل كامبيونيس. البرسا اس الفيرو كامبيونس، البرسا البطل الحقيقي لاوروبا. انتهت المباراة، انتهت المباراة، ما عادش لاعبين، ما ناس مروحين بالكاس لبرشلونة راجعين. اي وداع يا تشافي، اي رحلة يا اليوفي لبرلين. اجتهدتم، كنتم رجال، لعبتم كالفرسان، لعبتم بسرعة الغزلان، توثبتم وتوسمنا فيكم خير الرجال. ولكن رجال برشلونة عندهم مهارة افضل، أعطاهم الله، ربك يعطي ويمنح. مار الآن الكل يتعدى في مقام ثالث، الآن رجل المقام العالي، صاحب المقام العالي، صح عليك اللي لليتك، اخذ الكرة واخذ الذهبية واخذ الكاس، وحد 60 ألف دقيقة من عمره في الدفاع عن البلاوغرانا برشلونة. ارفعها يا تشافي، وداعا يا تشافي، مبارك يا تشافي، تشكرات فندوم تشافي بطل اوروبا. اخر مشهد سيبقى، اخر صوره للذكرى، البوم الذكريات، سوفينير الفينال.